انضم الينا من بكين عبر سكايب نادر رونغ هوان الكاتب الصحفي. اهلا بك سيد نادر على شاشه الغد. يعني بهذا، هل ازمه هواوي انتهت ام هي جاءت ربما في اطار صفقه او خطوات قضائيه للفصل مع كندا؟ نعم، هذه القضيه يعني هو نعتبر في الصين نعتبره يعني قضيه اتحاد سياسي يعني من الولايات المتحدة لقمع الشركات الصينية التكنولوجيا المتقدمة. هذا العودة والإفراج عن المدير المالي لشركة هواوي أثبتت أنه ليس هناك أي قوة يمكن التعوق خطوات التقدم الصين، وكذلك كما يعني أعربت سيد نادر، ربما هذا يقودنا إلى السؤال الأبرز هنا، ماذا عن الدور؟ هل هناك دور أمريكي في هذه الخطوة والإفراج عن مينغ؟ من هناك لاحظنا أن هناك إلغاء التهم من قبل الولايات المتحدة، وهذا ما نراه يعني من هذه القضية. وهذا كذلك بفضل الجهود الحكومة الصينية للدفاع عن حقوق والمصالح المشروعة للمواطنة الصينية. فيعني هناك جهود دؤوبة من الحكومة الصينية من أجل التوصل إلى هذه النتيجة. طيب، يعني هل يمكن أن نفهم الآن أن شركة هواوي خرجت الآن من ساحة الصراعات الدائرة ما بين بكين وواشنطن؟ نعم، لأن يعني أصلا يعني شركة هواوي شركة الصينية كان يعني بريئة من هذه القضية، وهي يعني حتى الآن لا يوجد أي يعني أدلة يعني يمكن أن تثبت أنه الاتهامات ضدها من قبل الولايات المتحدة. السيد نادر رونغ هوان الكاتب الصحفي، كنت معنا من بكين، شكرا لك.